سي لا بروميير فوا كيديروها. كانت يعني الحمد لله ان شاء الله وان شاء الله يربحوا لي سارجينيا ان شاء الله يا ربي. هذه اول خطره في زيغوت نشوفوا التورنوا كيما هذه ديماراج من زيغوت. بربي ان شاء الله نتسناو كل عام كل عام تكون ذكرى كيما هذه وحاجه كيما هذه مليحه. هذه الفرصه ما تعوضش، مرحبا بهم في اي وقت. هذه سي لا بروميير فوا، اول خطره صارت في زيغوت. مليحه الناس كاينين الدنيا كلش. راهي تظاهره هذه عالميه. ماذا بينا تعاود؟ والله جامي توقعت فرحه كيما هذه. بارك الله فيهم كي جاوا لبلدي زيغوت. مرحبا بكم في العددية الرابع من الملخصية اليومية الذي يأتيكم خصيصا بمناسبة دورة الجزائر الدولية لدرجة الهوائية في مرحلتها الرابعة، مرحلة ستكون في ضيافة المدينة الجميلة مدينة الجسور المعلقة سيرتا قسنطينة. مرحبا بكم. المرحلة الرابعة هي الأخرى عرفت تغييرات كثيرة على مستوى المسار الذي سيكون داخل حدود ولاية قسنطينة، ونقطة الانطلاق ستكون ذات رمزية كبيرة من بلدية زيغوت يوسف الشهيد. تفاصيل أكثر مع محمد زارين ورياض جوران. للمرة الثانية على التوالي تقرر تعديل مسلك المرحلة الرابعة التي تقلصت مسافتها من 220 كيلومتر إلى 135 بسبب الاضطرابات الجوية. مرحلة ربطت بلدية زيغوت يوسف نقطة الانطلاق مرورا على العثمانية عين سمارة وصولا إلى قسنطينة ب 75 دراج من بين 107 في المرحلة الأولى. سباق أراده البعض أن يكون سريعا منذ الأمطار الأولى عندما بدأت محاولات الانفلات التي لم تدم طويلا، لكن عند الكيلومتر 15 تمكن الرباعي المتكون من دراج المجمع البترولي عبد الملك مدني، تيكلاي دانيال من إريتريا، جيلهام كريستوفر من فريق ميتال تك البريطاني، نصري حسام من تونس من الانفصال وقيادة المجموعة لعدة كيلومترات مرورا بعين المالح التي تقرر فيها نقطة ساخنة عرفت تفوق البريطاني جيلهام. الفرق الزمني بين هذه المجموعة والكوكبة وصل في بعض الفترات إلى قرابة الأربع دقائق. تساقط الثلوج الذي رافق الكوكب لم يمنع عبد الملك مدني من تصدر المقدمة رغم المنافسة العنيدة التي وجدها من طرف جيلهام.
ليلتحق بهما دراج سوفاك شعبان رضوان عندما قاربت الكوكبة الدخول إلى مدينة الخروب. أين تأخر مدني عبد الملك بسبب التعب الذي نال منه؟ وواصل جيلهام على نفس الوتيرة إلى غاية خط الوصول بتوقيت 3:37. في الحقيقة هذا السباق كان صعب جدا، وكنت أتوقع أن يكون فيه انفلاتات كثيرة، وكان سباق بعض الشيء مثل السباقات المنظمة في إنجلترا، لأنه كان جو ممطر وفيه ثلوج كثيرة. المرتبة الثانية عادت لدراج سوفاك هشام شعبان، والثالثة لدراج طابلوير اليوناني سوبرينو جواكيم. الدنيا الكيلومتر كانت صعبة بزاف، اتاكيت كي بقات 20 كيلومتر دخلت على عادل البربري، و كان ديفايونس، كان ديفيكولتي. من بعد دخلت على مدني ثاني كان اون ديفيكولتي، وكان لازم عليا ندخل على الكاوري هذاك اللي ربح اليوم، مي دخلت عليه كان اون فورم عليا وربح البرومي بلاس. اما فيما يخص توزيع الاقمصه فلم يتغير منذ المرحله الاولى بتصدر دراج كريستينا شوماخر رياده الترتيب العام. يتسابقون مع الزمن قبل انطلاق ووصول القافلة. إنهم جنود الخفاء في مهمة وضع كل التجهيزات الخاصة بمضمار السباق في أمطاره الأخيرة. تنظيم تاع دورة الجزائر بدأت عندها ديجا أشهر عديدة. رانا في المرحلة الرابعة في قسم طينا. لي بريباراتيف تاعنا يبداو من الليل لليل. لازم لو ريفلاكس ولازم نتقلموا على حساب الوضعيه. كما كتشوفوا هنا في قسم طينا طريق مازال ما غلقوهالناش، غادي نتاقلموا مع الوضعيه باش نسيو ان شاء الله نوجدوا روحتينا قبل لاغيفي ان شاء الله. مهمه رغم صعوبتها تعد الاهم في كل مرحله. التحضيرات ديالنا تاع القافله الاشهاريه، نوجدوا السيارات مع المتعاملين ديالنا باش نقدموا الهدايا. الدور تاعنا الاساسي في هذا الطواف هو اعلام الناس بقدوم الدراجين من الخلف، نقدموا لهم بعض الهدايا. ومن الجانب التنظيمي إلى أحد أهم القضايا المتعلقة بهذه الرياضة، المنشطات. عمر جمعي يحدثنا عن ذلك بالتفاصيل. C'est au cours du Tour d'Algérie de cyclisme, on nous a fait appel pour faire des contrôles du dopage. بعد نهاية كي يدخلوا لي سيكليست، حنا نديروا شكون حين نراقبوا. دونك كيما اليوم مثلا راقبنا الأول واللي دخل الثاني والثالث، درنا تيراج أو سور يعني بو هازار. دونك غير يكمل لا كومبيتيسيون يدخل، عندنا
une escorte, c'est un jeune formé pour amener باش يجيب الرياضي حتى المكان وين تقام عمليه المناشط عمليه مراقبه المناشطات دونك يجيبوا حتى لهنايا وهنايا تبدا عمليه نفهموا احنا الرياضي اذا كان عنده درايه بهذه العمليه يعرف كيفاش تجرى نديروها ومن حقه نفهموه كامل كيفاش تجرى هذه العمليه باش يديرها بطريقه صحيحه وحنايا il faut savoir que on a été formé par l'agence mondiale antidopage نبعثوا لابوراتوار دو باري quelques jours après maximum 15 jours يبعثوا لنا لي ريزولتات نيجاتيف ولا بوزيتيف لو كانت ايجابيه نبلغوا لا فيديراسيون نبلغوا لا فيديراسيون تبلغ الرياضي وحنا نبلغوا لا فيديراسيون انترناسيونال في كتب التاريخ والهندسة المعمارية تخرج قسنطين عن المألوف بعمران مشيد فوق الصخور فكان لزمن التأقلم مع هذا الواقع لتفرز لنا هذه المشاهد عددها 7 في قسنطينة لكن الثامن تحفة معمارية راقية سمي بالجسر العملاق وهو من أعظم المشاريع الهندسية منذ الاستقلال في قلب المدينة هذه ورشة ضخمة ستنبت جسرا بطول 1119 مترا وعرضه 27 مترا سيغير حتما من مجرى الحياة والمواصلات في قسنطينة فوق وادي الرمال يتشكل الحلم يوما بعد يوم لفك ضغط حركة المرور وتسهيل التنقل أحدث التقنيات استعملت من أجل بناء هذا الجسر الذي بلغت نسبة التقدم في أشغاله 40% كما بني بطريقة تقاوم الانزلاقات الأرضية قافلة دورة الجزائر ستجوب مدينة الجسور المعلقة وستستمتع بمناظرها الخلابة في الختام ومن أمامي تمثالي الإمبراطور كونستانتان نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة لا تنسوا غدا إن شاء الله ستكون المرحلة الختامية هنا في مدينة سيرتا الجميلة شكرا على المتابعة إلى اللقاء Thank you.